يو واش لي بروبليير. السلام عليكم، رجع لكم فيديو جديد، فيديو من اروع الفيديوهات الاصدقاء. ميطاطا شي حاجه اللي جديده واعره واعره الاصدقاء، كيخلي الام ديالك ثابت لواحد الدرجه اللي ما يمكنش. الام زوينه زوينه بزاف، ماشي كذوب وماشي هادشي راه غير مشغلش وكذا. الا ما شغلش معاكم راه يكون عندكم اندرويد 13 ولا هذا، يعني الا كان شي حل اللي 100% غادي تحل لكم راه غادي نجيبو انا الاول، يعني ما كاين حتى شي حل حاليا. الحل الوحيد هو ترجع اللور، يعني بتحديث اللور قلبوا في اليوتيوب الطريقه كيفاش ديروا ترجعوا بتحديث اللور، فهمتوني؟ المهم يعني ترجعوا بتحديث اللور يعني باش ترجعوا الاندرويد 10 ولا 11، فانا عندي اندرويد 11 كيخدم لي واو كاع، فهمتوني؟ المهم تمنى ديروا لايك اشتراك ميف اونتيبان اونتيبلا كريست، اللينك تلقاوه في اول كومونتير ولا في ديسكريبشن. في اول كومونتير تلقاو من تحت داك اللينك ديال هذا الملف هذا كاين واحد ديال واحد الفيديو، هذاك الفيديو غيوريك كيفاش تريق الاعدادات ديالك بواحد التطبيق، التطبيق اللي واعر واعر بزاف، يعني الاعدادات مهمين 100%، يعني ضروري خاصكم اعدادات الاصدقاء. فلهذا نتمنى ديروا لايك واشتراك وشوفوا داك الفيديو باش تريقلوا اعدادات ديالكم، باش ما تبقاوش تقولوا لي راه ما بغاش يخدم لي. المهم الا بغيتوا اعدادات الهواتف ديالكم، طبعا ماشي تطبيق ولا شي حاجه، اعدادات الصونسي فهمتوني، ديك الخطوطه جينيرال بوطون ديال التير او دي بي اي، يعني كتبوا لي 15 كومونتير بالاسم التلجيف ديالكم في لي كومونتير. المهم جبت واحد جوج اعدادات انا نوريهم لكم موراهم. المهم الدراري الميف ديالنا هو هذا، هاد الملف الاصدقاء اللينك ديالو تلقاوه في اول كومونتير ولا في الديسكريبشن. طبعا الناس اللي ما كيعرفوش انستاليو من هذاك الرابط، يعني كيجيهم الاشاره داكشي، راه كاين واحد الفيديو في الوصف يعني في الديسكريبشن سميتو طريقه الاختصار، تبرك على ليا يديك داك الفيديو يوريك كيفاش غادي انستالي. المهم غنضغط على الملف، ندير استخراج هنا، الباسورد الاصدقاء هو 1K، نوصلوا ان شاء الله الى دير اشتراك باش نوصلوا 1K ما بقى والو. المهم ندير حسنا، فاش كندير حسنا كيخرج معايا هذا الملف هذا، نضغط عليه القى هذا جلوبال ميتاتا دي اتي. المهم هذا الملف هذا نفسه كاين في الملف يعني الاصلي، يعني نفسه كاين في الملف الاصلي، ولكن داك الملف الاصلي ما فيهش واحد التعديلات اللي غيخليونا نضربوا هيد شوت، فلهذا غنبدلوه، نديرو ضغطه مطوله، نديرو نسخ ثم نضغطو في الاعلى ميموار دو لاباري اندرويد ثم داتا ثم نمشيو ملف ديال فري فاير هو هذا، ثم نضغط على فايل، غادي نمشي من تحت كابتيت كاتش كاين واحد الملف سميتو ال2 اس بي بي هو هذا، ها هو الدراري كيف ما كتشوفوا، نضغط عليه غنلقى هاد ETS واد مي داتا، نضغط على مي داتا الثانيه اللي في الوسط الملف الاوسط، نضغط عليه ها هذا هو الملف الاصلي ديال ميتاتا جلوبال، ولكن فاش نضغط على ايقونه خضراء اللي كاينه لتحت هانتوما كنبرك عليه كيقولوا لي هل تريد استبدال الملف، يعني هذا الملف الاصلي غيتحيد وغادي نستبدلوه بهذا الملف اللي معدل، فلهذا غندير تطبيق على جميع الملفات ندير استبدال. اوكي دابا راه درناه، غندخل الملف غندخل فري فاير، غادي تلقى واحد الام، دخل التدريب جرب الام ديالك كيفاش دايره، ولكن ضروري سير ريق الاعدادات ديالك بداك التطبيق اللي قلت لك غادي تلقاوه في اول كومونتير، راه كاين تحت اللينك، هذيك الفيديو تفرج ليه من الاول حتى الاخر باش تفهم داك التطبيق اللي كيصلح. المهم شكرا لك بزاف، تلقاو فيديو جاي ان شاء الله، وبيس عليكم.